المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا الملتقى السابع لسن الحقاء اللذاع في انطلاقات هذا اليوم في 20 شوطا من انطلاقات التنافس والإبداع والتحدي على بركة الله. ينطلق أول الأشواط في تحديات صباح هذا اليوم من خلال تحدياتنا الصباحية 20 شوطا خاصة بهذه الفئة العمرية المقسمة بين أشواطنا المفتوحة وأشواط الإنتاجي والمنتجين. ترحيبنا بكل الحاضرين على أرضية هذا الميدان، كذلك ترحيبنا بكل المتابعين أمام شاشة دبي ريسينج. أهلا وسهلا بكل الأحبة مشاهدينا الكرام، نسير بحضراتكم مع مخرجي هذا السباق وليد البارودي وطاقم العمل الفني لقناة ريسينج. هنا البداية والمركز الأول، تتقدم طموح في مقدمة الشوط حمدون بن علي العويسي يسيطر على البداية الأولى منذ الانطلاق. المركز الثاني نشاهد في هذه اللحظات وصول هنا جنى، تعود ملكية لسعادة سيف بن أحمد القبيسي، يتقدم راعي عرنين في هذه المشاركة. فأهلا بكل الحاضرين في أرضية هذا الميدان. المركز الثالث وصول من خلال مياسة مبارك بن سالم بن قروش العويسي، وصل خذ المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا وصلت في هذه اللحظات أمجاد علي بن يمعة بن رحمة الدرمكي، يتقدم نحو المركز الرابع والمركز الخامس. الخامس تقدمت الآن العاصمة، العاصمة تعود ملكية لحمد بن سيف بن نعيف العامري، وصل خذ المركز الخامس، بينما المركز السادس، المركز السادس هذه الظبي تعود ملكية لعبد الله بن سالم بن مشرش العامري، خذ المركز السادس. والمركز السابع تقدمت شواهين عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري، المركز الثامن، المركز الثامن وصلت ترف خليفة بن حمد بن سالم بن سليم الاكتبي، يحتل المركز الثامن او المركز الثامن. المركز التاسع وصل اليابري مع ثمينة محمد بن راشد اليابري، ياتي في المركز التاسع. والمركز العاشر هذه اللي تقدمت شواهين علي بن حمد بالأصلي الشامسي. ها هي النتيجة لمراكزنا المتقدمة العشرة الأولى في تحديات أول أشواط هذا الصباح. صباحنا جميل مميز بوجود كل هذه الشعارات وهذه الأسماء الحاضرة في تحدي هذا اليوم. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى جنى، هي المسيطرة على ناموس هذا الشوط. سعادة سيف بن أحمد القبيسي متقدم ومسيطر على ناموس هذا الشوط في تحدياته وانطلاقاته الأولى. ما شاء الله تبارك الله في أدائه الجميل والمميز في هذه اللحظة، بينما المركز الثاني وصل حمدون. هنا حمدون يتقدم مع وجود طموح حمدون بن علي العويسي، يتقدم إلى المركز الثاني. انتقل إلى المركز الثالث، أمجاد قادمة، علي بن يمعة بن رحمة الدرمكي يقدم أمجاد في المركز الثالث، بينما بن قروش في المركز الرابع، ومع وجود مياسة مبارك بن سالم بن قروش العويسي يحتل المركز الرابع في هذه الأثناء. المركز الخامس، المركز الخامس حضور من شعار بن عيف قادم في هذه اللحظات. شعار حمد بن عيف العامري يتقدم من خلال هذه اللحظات. حمد بن سيف بن عيف العامري مقدما العاصمة، يحتل المركز الخامس، بينما المركز السادس نشاهد هذه اللحظات بعد اندفاع الخمس الأوائل. ما شاء الله اندفاعتها الأولى بعيدة عن كل المراكز. شوف المركز السادس وناخذ سادس المراكز، هذه الظبي قادمة، عبد الله بن سالم بن مشلش،
شوف المركز السابع وصل بن سليم يقدم ترف خليفة بن حمد بن سليم الكتبي يحتل المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن وصلت الآن هذه ذخيرة مطر بن خلف بن علوان الكتبي يعني من كذلك المرشحات لانتزاع ناموس هذا الشوط. المركز الثامن المركز التاسع وصل اليابري محمد بن راشد بن سعيد اليابري مقدما ثمينه. والمركز العاشر هذه سفيرة لمطر بن علي بالقريني المنصوري. هكذا هي النتيجة مشاهدين الكرام، لكن ما شاء الله شوفوا 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 المقدمة والعودة إلى صراع الأبطال، حيث تتقدم جنة، حيث تتقدم جنة على مسيرة عرنين. هذه جنة تعود ملكية لسعادة سيف بن أحمد القبيسي مقدما جنة في ناموس هذا الشوط، بعدما قدم في المواسم الماضية أسطورة من أساطير سباقات الهجن في المحليات الأصايل. يقدم الآن في هذا اليوم جنة وحضورها على أرضية ميدان المرموم مشاركة فعالة في انطلاقات المرموم وتحديات تحفة ميادين السباق. بينما المركز الثاني وصول من أمجاد حضرت على المركز الثاني لعلي بن يمعة بن رحمة الدرمكي، بينما بن قروش يقدم مياسة 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 مبارك بن قروش العويسي، وكذلك من الجانب الآخر طموح مع حمدون بن علي العويسي أيضا حاضر، لكن بن عيف وبواب 11 والحضور في هذه اللحظات. يا سلام هذه اللي وصلت خذت المركز الخامس عندك يا بن عيف العاصمة العاصمة العاصمة، خذت المركز الخامس تقدمت إلى المركز الثالث وعيونها إلى استطلاع البداية استطلاع المقدمة ما شاء الله مع المحليات الأصايل. شوف التقدم الأصيل والجميل دائما من النوعية الممتازة من النوعية الممتازة اللي توصلك ميادين السباق، اللي توصلك منصات النواميس ومنصات تتويج الفائزين. دائما تجد النوعية الأصيل هي التي تثبت وجودها في مراحل السباق. ألف ومئتين على خط النهاية، جنى مسيطرة مشاهدينا الكرام، جنى بدون أي منافس على الإطلاق سيطرت، تحدث الجميع سلام يعني من خلال تواجدها على مقدمة الشوط. سلام عيناوي مع وجود جنى سعادة سيفة بن أحمد القبيسي، لكن أسامي قادمة أسامي قادمة يا أبو أحمد. شوف شوف الحاضرين حاضر 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 جنى قادمة جنى أو هذه العاصمة العاصمة حمد بن سيف بن نعيف كذلك القادمة حمدون بن علي العويسي قادم مع طموح وبن قروش. لكن يا سلام شوف 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 يلا يا راعي السباق اطمش يا راعي الهجن اطمش. شوف هذه امامكم جنى بدون اي منافس على الاطلاق على ملكيتي واستحقاق ناموس شوطنا الاول في تحديات المرموم. قامت راس وانهت هذا الشوط محملة من خلال التحدي والتنافسي والانطلاقات. شوف 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 جنى امامكم على خط البداية بدون اي منافس على الاطلاق، اقرب المنافسين تقريبا ما يقارب من 100 متر وهي مسيطرة بدون اي تعليمات بدون اي اوامر تماما. وما ذاق الطعم الهزيمة ما شاء الله بدون أي هزيمة، سلالة شاهينية بحتة سلالة شاهينية بحتة. سلامي عليك مع شعار عرنين، انتصرت جنى قدمت هذه العروض الممتازة ما شاء الله. شوفوا 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 بدون أي منافس على الإطلاق المحليات الأصايل المحليات الأصايل. راحت جنى بأول تحديات هذا اليوم أول تحديات صباح المرموم صباح جنى سعادة سيف بن أحمد القبيسي هو بطل المحليات الأصايل. المركز الثاني وصلت من حاف مطر بن عيسى الفلاحي، المركز الثالث مياسة المبارك بن قروش العويسي، المركز الرابع أو المركز الرابع العاصمة حمد بن سيف بن عيف العامري، والمركز الخامس وصول من ترف خليفة بن حمد بن سليم الكتبي. هكذا كانت النتيجة والعودة إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام.
التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام امامكم على الشاشه، هذه جنى بدون اي اوامر تعليمات، 9:15، 9 اجزاء من الثانيه، ثانيه لسعاده سيف بن احمد القبيسي على فوز جنى واحتلالها ناموس هذا الشوط من خلال المنافسه الاولى في صباح المرموم. المركز الثاني حضور مشاهدي الكرام بتسع دقائق وواحد وعشرين ثانية، تسع أجزاء من الثانية، هذه من حاف مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي حيث كان حاضرا في تحديات هذا الشوط أو المركز الثاني. المركز الثالث مياسة مبارك بن قروش العويسي، تسع دقائق 22 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. هكذا كانت النتيجة وتحدي